أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، المحترم الدكتور محمد صفري بن علي. ولا أنساكم أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله، فالسلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فإن شاء الله في هذه الشاشة سنتكلم عن العقيدة في عصر خليفة عمر بن الخطاب. فقبل ذلك أريد أن أقدم ألف الشكر لأستاذنا دكتور محمد صفي بن علي على توجيهه وقيادته لنا لاستعداء هذه الواجبات. وفرقتنا تتألف من 18 فردا كما في الشاشة، وأنا كالمقدمة الأولى سنتكلم عن الأمور التي توجد في هذه الشاشة. أولا، حياته رضي الله عنه. ثانيا، مبايعاته بالخلافة. ثالثا، مقتل عمر بن الخطاب. رابعا، الأقوال والآراء حول عمر بن الخطاب. خامسا، الأنشطة والنظام في عهد عمر الخطاب. وسادسا، القضايا الناشئة في عهد عمر الخطاب. والأخير، العقيدة في عهد عمر الخطاب. وهذه الأمور السابعة سنتكلم بالدقيقة بعد ذلك إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا اليوم أتكلم عن حياته عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الإسلام. أولا، اسمه عمر بن الخطاب بن نوفل بن غزة بن ريا بن خرطون بن زرع بن عدي بن كعب بن دوال. وعمر بن الخطاب لقب بالفاروق، وهو ثاني الخلفاء الراشدين ومن كبائر الأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحد أشهر أشخاص والقادة في التاريخ الإسلامي، ومن أكثرهم تأثيرا ونفوذا. واسمه أمه هو حنتمة بنت هاشم بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم أبو جهل خاله. وأخيرا، ولد عمر قبل الفجر الأعظم بأربع سنين أو بعد الفيل بثلاث عشر سنة، وكان من أشراف قريش، وإليه كانت السفارة في الجاهلية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي نوماليا بنتي محمد نور 035493. InsyaAllah, ayah sawasilu kepada sahabat tahta mawad nasab Amirul Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa nasab Umar al-Khattab terkesimu ila salasa aksam. Awal, ismuhu Umar. Saniya, ismuhu Umuhu Umar. Wasa lisan ismu Abihi al-Khattab. Awal, ismu Umar wa nasab. وعمر بن خطاب بن نوفل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرود بن رزه بن عدي بن كعب بن لويل قريش العدوي أبو حفص. والثانيا اسمه أم خطاب يا هنتمة بنت حشيم بن مغيرة بن عبد الله بن عمر بن مهزوم، وكلا هنتمة بنت هشام بن مغيرة. فعلى هذا تكون أختي أبي جاهل، وعلى أوله تكون ابنه أمه. ثالثا اسمه أبي عمر الخطاب. هو خطاب بن نوفل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرود بن رزة بن عدي بن كعب بن لويل قريش العدوي أم خطاب ولده هي حيه بنت جابر بن أبي حبيب الفهمية. وولد أمه هو نوفل بن عبد العزى خطاب بن نوفل. وعبدونهم لا باكي يقتله قتل في الفجر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي إزاتي بنت محمد، واسم الطلبة 3-5-3-5-4. في هذا اليوم سأتكلم عن الموضوع عمر بن الخطاب قبل الإسلام. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر رضي الله عنه: قد كنت شديد الشغب علينا يا أبا حفص، فدعوت الله أن يعجبك الإسلام فتبين من النصوص السابقة أن عمر رضي الله عنه كان ممن يقوم في جاهليته بتعذيب المؤمنين برسالة النبي صلى الله عليه وسلم من المستضعفين وخاصة من بني أدي وهم قوم فور. والناظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما تعرض له السابقون إلى الإسلام من التعذيب يجد أن هذا التعذيب إنما كان يقع من أشراف قريش وساداتها على من آمن من قومهم. وأما عمر رضي الله عنه فقد ذكر عنه أنه وأد ابنة له في الجاهلية، ولم أجد من روى ذلك أن عمر فيما اطلعت عليه من المصادر، ولكني وجدت الأستاذ عباس محمود العقد أشار إليها في كتابه أمرية عمر. عمر من أشراف قريش لا من الأشراف اللاهين العابثين تفاهة وإنغماسا في الملذات. ما كانت أيام شبابه لهوا وعبثا، ولكنه كان يأخذ نفسه بمعالي الأمور ويدعو سفاسفها. اشتغل عمر رضي الله عنه بالتجارة، وربط منها ما جعله في وضع مادي لا بأس به، وكسب معارف متعددة في البلاد التي زارها للتجارة. وتوارث عمر عن أجداده هذه المنزلة الكبيرة. قال عنه ابن سعد: إن عمر كان يقضي بين العرب في خصوماتهم قبل الإسلام. وقال عنه ابن الجوزي: كانت السفارة إلى عمر بن الخطاب إن وقع حرب بين قريش وغيرهم بعثوه سفيرا أو نافرا منافر أو فاخرهم مفاخر بعثوه منافرا ومفاخرا وغضبه رضي الله عنه. كان أهل مكة في الجاهلية يعبدون الأصنام ويتقربون إليها، وكان عمر أحد هؤلاء الذين عكفوا على إبادتها، وكان شبابها يشربون ويتربون. ذلكم هو عمر بن الخطاب في الجاهلية، رجل قوي البنيان، رابط الجيش، ثابت الجنان، صارم حازم، لا يعرف ارتدد والأرجحة. استشهدت في شخصيته الرجل الحق التي اكتسبته مكانته بين قومه في الجاهلية والإسلام. هذا فقط مني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله أعلم. InsyaAllah. Nyati beliau Anas Takalam. Tentang maudhu' selainnya Umar ba'da Islam.
سيدنا عمر مقبل الإسلام في السنة السادسة من النبوة، وهو في سنة عندما كان عمره 27 سنة. ثم عمله يفيق الناس من قريش وتعطى الخبر السر للمسلمين، ولغة الإسلام تسبه أقوام. ثم في الحديث ابن العباس الذي رواه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم جبرائيل وقال: يا محمد، بل وجميع المعلوقات من السماء تقرأ مع السلام مر. بعد اعتناق الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم الدعوة بالفعل والقلب والقدرة على التمييز بين الحق والباطل، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya Arifah binti Om Hamdan akan membentangkan tentang sejarah pelantikan Saidina Umar radhiyallahu anhu. Okey. Ketika Abu Bakar mulai merasa sakit tenat, beliau menghimpunkan sahabatnya dan berkata, "Sesungguhnya telah sampai kepadaku apa yang kamu lihat dan aku menyangka ianya akan sampai, iaitu ajal. Allah telah melepaskan sumpah kamu daripada bai'ahku dan telah terungkap kesimpulannya. Telah dikembalikan kepada kamu urusan kamu, maka kamu lantiklah sesiapa yang kamu suka. Sekiranya kamu melantiknya pada masa aku hidup, ini lebih baik supaya kamu tidak berselisih selepasku." Lalu mereka pun bangun meninggalkannya, tetapi tiada keputusan bagi mereka. Mereka berkata, "Khabarkanlah kepada kami, wahai Khalifah Rasulullah, katanya kamu akan adakah kamu akan berselisih?" Mereka menjawab, "Tidak." Beliau bertanya, "Maka apakah kamu akan redha dengan pilihan Allah ke atas kamu?" Mereka menjawab, "Ya." Beliau berkata lagi, "Berikan kepadaku waktu seketika untuk aku melihat siapa yang terbaik untuk Allah, untuk agamanya dan untuk hambanya." Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya kepada Saidina Uthman bin Affan, "Berikanlah pendapat kamu mengenai seorang lelaki. Demi Allah, kamu pada sisiku adalah berkeahlian dan berkedudukan." Lalu beliau, iaitu Uthman, berkata, "Saidina Umar." Katanya, "Tulislah." Lalu ditulis hingga sampai kepada nama beliau. Saidina Abu Bakar pun jatuh pitam. Kemudian setelah dia sedar, dia menyatakan bahawa, "Tulislah Saidina Umar." Okay. Disebut juga Saidina Abu Bakar as-Siddiq apabila hampir ajalnya telah memanggil, beliau telah memanggil Abdul Rahman bin Auf dan berkata, "Khabarkan kepadaku mengenai Umar bin Affan, Umar bin Al-Khattab." Lalu Abdul Rahman berkata, "Apa yang kamu katakan kepadaku ini? Kamu lebih mengetahuinya daripada aku." Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Dan sekiranya," dan Abdul Rahman menyambung, "Umar, demi Allah, lebih baik daripada pendapat kamu kepadanya." Kemudian Abu Bakar memanggil Saidina Uthman bin Affan dan berkata, "Ceritakan kepadaku mengenai Umar." Maka Uthman bin Affan menjawab, "Kamu lebih berpengalaman daripada aku mengenainya." Kemudian Abu Bakar telah bermesyuarat dengan Sa'id bin Zaid, lalu dan lain-lainnya lagi daripada Muhajirin dan Ansar. Sebahagian sahabat Nabi yang mendengar bahawa Abdul Rahman dan Uthman menemui Abu Bakar di tempatnya dan berkata salah seorang daripada mereka, "Apa yang engkau kata kepada Tuhanmu apabila engkau ditanya mengenai pelantikan Umar selepas engkau, sedangkan engkau tahu sifat khasannya?" Lalu Abu Bakar menjawab, "Dudukkanlah aku. Apakah kamu takut aku dengan Allah? Apakah kamu takutkan aku dengan Allah? Celakalah sesiapa yang menambah
dalam urusan kamu dengan kezaliman. Aku akan berkata kepadanya, Ya Allah, sesungguhnya aku telah meninggalkan urusan mereka kepada sebaik-baik makhlukmu. Kemudian Abu Bakar baring dan beliau memanggil Saidina Uthman bin Affan dan berkata, tulislah dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih. Ini ialah pelantikan yang dilakukan oleh Abu Bakar bin Abi Quhafah pada akhir hayatnya di dunia dan di awal kehidupannya di akhirat, yang melambangkan yang dilambang memasukinya di mana hari ini dipercayai oleh orang kafir, diyakini oleh orang yang berdosa dan dipercayai orang yang dahulunya tidak mempercayainya, bahawa aku telah melantik ke atas kamu selepasku, iaitu Umar Al-Khattab. Maka dengarkanlah kata-katanya dan taatilah dia. Sesungguhnya aku tidak tinggalkan kepada Allah, Rasulnya, agamanya, diriku dan kepada kamu melainkan kebaikan. Sekiranya diubah, maka bagi setiap orang balasan dosa apa yang dilakukannya. Aku tidak mengetahui perkara baik, dan orang-orang yang zalim akan mengetahui di manakah tempat kembali mereka. Dan salam sejahteralah ke atas kamu. Kemudian diperintahkan agar surat itu dicop. Kemudian beliau memerintahkan Uthman radhiyallahu anhu untuk keluar membawa kertas yang telah dicopkan tersebut bersama dengan Saidina Umar Al-Khattab dan Usaid bin Said Al-Qurdi. Uthman radhiyallahu anhu berkata kepada orang ramai, apakah kamu akan berbaiat kepada sesiapa yang tertera namanya di dalam kertas ini? Mereka menjawab, ya. Sebahagian daripada mereka berkata, kami telah tahu. Ibnu Sa'ad berkata kepada yang berkata tadi, dia ialah Umar. Mereka mengiktirafnya, meridainya dan berbaiat kepadanya. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu memanggil Saidina Umar radhiyallahu anhu secara bersendirian, lalu mewasiatkan sesuatu kepadanya. Abu Bakar kemudian keluar dan mengangkat tangannya selaya berkata, Ya Allah, aku tidak menghendaki dengan apa yang aku lakukan ini melainkan kebaikan kepada mereka dan mengurangkan fitnah kepada mereka. Dan itu aku lakukan terhadap mereka sebagaimana yang engkau ketahuinya. Aku telah berusaha berfikir untuk mereka, maka aku lantik ke atas mereka seorang yang terbaik dan yang terkuat di kalangan mereka, serta seorang yang lebih memelihara terhadap apa yang aku tunjukkan kepada mereka. Sesungguhnya telah tiba kepadaku urusan engkau, iaitu ajalku, lalu aku gantikan kepada mereka khalifah selepasku. Mereka adalah hamba-Mu, nyawa mereka di tangan-Mu. Berikanlah untuk mereka dan kepada mereka kebaikan. Jadikanlah dia di antara khulafa' engkau yang mendapat petunjuk, yang mengikut petunjuk Nabi Ar-Rahman, Ar-Rahmah dan petunjuk orang-orang soleh selepasnya. Dan perelokkanlah baginya rakyatnya. Tashkuhu maulahu al-mughirah ibn Syu'bah bidarbuhu wa tasqilu wadaifahu walisa'ilu walisa'anahu ayyukallimu al-mughirah bitakhfifi anhu thumma lakuma al-mughirah fa'awsahu bihi khair fa'awsahu bihi khairah wa'ada al-ghulam syafian wa sa'ilan mithlu maqalatuhu awla lam yang sifilahu wahiyya walakin yatahadasi biha al-arab an-syakiyah lahumar urbabu abu lu'ah wadu'anuhu alihi haitu lam yusamifuhu al-mughirah
فظن ذلك وقع الأمم فاتخذ خنجرا لها خنجرا له ورأسا والمبغض بينهما وأسمع على قتل عمر فجاءه أبو لؤه الملعون حتى وقف في صف مما يلي عمر فلما افتح عمر صلاة طعنه في خاصرته طعنتين وقيل ثلاث طعنات إحداهن تحت سرته وهي التي قتله رضي الله عنه وأسير عمر رضي الله عنه اليوم أربع لأربع بقين من ذي الحجة سنة 23 من الهجرة ودفن بجنب صاحبه واختلاه في السنة وأربع 60 سنة وكانت مدة خلافته 10 سنين و16 kisah pembunuhan Umar Ibn Khattab bermula apabila berlakunya tawanan hamba yang bernama Abu Lu'lu'ah oleh seorang yang bernama Al-Mughirah Ibn Syu'bah disebabkan oleh kepakaran Abu Lu'lu'ah membuat pisau dan melati menyebabkan Al-Mughirah membawa masuk Abu Lu'lu'ah ke Madinah dan pembawaan Abu Lu'lu'ah ke Madinah diizinkan oleh Umar Al-Khattab melalui kemasukan Abu Lu'lu'ah ke Madinah menyebabkan misi untuk membalas dendam kepada Umar Al-Khattab lebih mudah. Suatu hari Abu Lu'lu'ah pergi menghadap Umar bin Al-Khattab untuk bercerita dan mengadu tentang kepayahan dan kesulitan Al-Mughirah melayani beliau sebagai seorang hamba. Oleh itu Umar berjumpa dengan Al-Mughirah untuk menasihatinya supaya berlembut dengan Abu Lu'lu'ah. Seterusnya, perkara ini tidak membawa kepada kebaikan kepada Abu Lu'lu'ah menyebabkan beliau meneruskan rancangannya untuk membunuh Umar dan Khattab. Pada pagi subuh untuk menunaikan solat subuh, Umar dan Khattab berdiri di sah pada hadapan setelah memeriksa sah-sah lain untuk menunaikan salat. Setelah itu, Abu Lu'lu'ah berdiri betul-betul di belakangnya lalu menikam dengan 3 kali tikaman iaitu tikaman yang terakhir, tikaman ketiga yang ditikam di bahagian perut menyebabkan Umar Al-Khattab mengalami kecederaan yang teruk dan dipapah oleh sahabat-sahabat baginda sehinggakan dalam melarikan diri Abu Lu'lu'ah turut mencederakan 16 orang daripada jemaah solat iaitu 6 mengalami kecederaan dan 6 yang lain meninggal dunia. Oleh demikian kewafatan Umar berlaku pada hari Rabu 23 Zulhijjah pada tahun 23 Hijrah dan dimakamkan berdekatan dengan kubur sahabat beliau iaitu Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terdapat perbezaan pendapat pada tahun Umar meninggal dunia iaitu pada tahun yang paling rajihnya iaitu ketika beliau berumur 60 tahun
dan beliau telah menjadi seorang khalifah selama 10 tahun 6 bulan. Saya sedikit saja sebelum berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur'alia binti Ahmad Fazlullah bernombor metrik 035628 akan membentangkan tentang pendapat para sahabat dan para salaf soleh berkenaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Okey, kita mulakan dengan pendapat para ahli sunnah wal jamaah berkenaan Umar. Umar bin Al-Khattab adalah salah seorang tokoh yang paling mulia di komuniti Sunni. Ramai para sahabat yang taat kepada Umar kerana beliau adalah seorang pejuang Islam yang penyayang, mempertahankan Islam, dan kebanyakan mereka setia kepada Umar bin Al-Khattab. Okay. Pada pendapat mereka, Umar ni di kalangan ahli sunnah wal jamaah ni dianggap sebagai seorang khalifah yang soleh. Itu komander, contoh komander yang soleh yang dia tidak apa terlampau mengagumi tahta yang dimilikinya sebagai pemimpin. Bahkan dia tak ada menjalankan hidup dia berbeza pun dengan masyarakat yang dipimpin. Dia sama je. Okay. Dan beliau tidak menjalani kehidupan yang berbeza daripada kehidupan rakyat biasa. Dia sentiasa mengutamakan kepentingan rakyat berbeza dengan rakyat di negara Islam. Dan dia mengutamakan Islam lebih daripada dia mengutamakan pribadi dia. Okay. Dan kita pergi kepada pendapat Syiah pula. Pendapat Syiah berkenaan Umar Al-Khattab ni, dia Umar Al-Khattab ni dibagi kepada dua bahagian bagi dari pendapat golongan Syiah, iaitu daripada pendapat Syiah Imam 12 ni. Dia mengatakan bahawa Umar ni adalah pengkhianat kepada penggantian Nabi Muhammad dan merampas hak hak tahta Ali dan Abi Talib. Ini bagi daripada pendapat Syiah lah berkenaan dengan Umar. Dan pendapat dari okey, yang ketiga ialah pendapat orang Kristian. Okey, mereka berpendapat bahawa Umar bin Al-Khattab ni seorang pemimpin yang sangat-sangat dihormati. Sangat-sangat dihormati, sangat-sangat disegani kerana dengan ketepuhan beliau dalam memimpin dengan ketegasan yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Wan Nur Fatihah binti Wan Din. Fi hadzal yawm atakallam an iktisadi fi ahli Umar Al-Khattab. Wahidan adam mubashiratu ad-daulah an-nataju wa tijarah. Kana Umar bin Khattab yara annahu la yajuzu lid-daulah an tubashiru intaju min zara'ah wa sana'ah wala an tubashiru at-tijarah walakinnaha takumu bimuraqabatil intaju wat-tijarah fatuja fihima ila ma fihi muslaha awtan watatbitu tasrifatu muntaji wat-tijar wata'akibu mukhalifu minhum wasanian ina ad-daulah bagna sa'buha. Kana Umar bin Khattab radhiyallahu yara fi zila'at tabiyyat islamiyah an rina ad-daulah la yaqamu bima fi khazanatiha min mal biqadri ma yaqasu bima fi aidi sya'baha min amwal li'anna asy'ba iza kana ghaniyan kana ghaliya mu'ayyadan lid-daulah wa kanat al-jibayah minhu kabirah tatanasibu ma'a miqdaru ma fi yadahu min amwal. Wassadisan tarkis amwalu fi aidi salihin. Waqad kana Umar bin Khattab yakhtitu litakuna al-fa'iliyah iqtisadiyah wal amwalu biya ahyarul allazi la yabkhulu bibazadiha anhu haja ila bazlu. Warabian
توزيع الشروح بشكل أكيد. وقد وعى عمر بخطأ سامحا ملأوا أكله وقلبه حين فتهم، وهو التوزيع أكفي لسورة رضي الله عنه، ذلك أكثر من غيره، وتسلو له هذا المقصود الله أنواع على المسلمين بلاد الأعراق الساعئة والساسعة والواسعة خاصبة. لقد جرى الأعمال في عهد الرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر على توزيع الأراضي المفتوحة أنواع بين الجنود الفاتحين. وأخيرا عدم تحكيم أفراد فيما تجو إليه الجميع. وقد وعى عمر بخطأ هذا المبدأ اقتصادي ثم الوعي، وأدركوا أن الفرد لو تحكم فيما يحتاج إليه جميع الناس لغني على حساب حاجتهم. خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي نورول نادية بنتي عبد الله. رقم الطلبة 03-55-23. إن شاء الله اليوم سأتكلم عن التنظيمات السياسية والإدارية. أولا، أن عمر بن الخطاب اتبعوا نظام المركزية الإدارية في حكمة للدولة الإسلامية، وهي يشير بعض المؤرخين إلى أن عمر بن الخطاب اتبعوا نظام المركزية الإدارية في حكمة للدولة الإسلامية، أي أن حكومته المركزية القائمة في المدينة المنورة كانت تقوم وحدها بالوظيفة الإدارية دون مشاترة الهيئات الأخرى لها في ذلك الزمن. فكلا عن ظروف الدولة الإسلامية في عهد عمر فرضت أسلوب المركزية في الحكم، بل إن عمر قد سلك أسلوبا مركزيا متطرفا يكاد لا يوجد له مثيل في التاريخ. وأن هيمنته في العاصمة لم تتوقف على الأمور العسكرية فحسب، بل أمدت إلى الشؤون المدنية، ومن ذلك استأذن المسلمين الخليفة في طريقة بناء المساكن في المدينة الجديدة، وحرص الخليفة على أن يحاذي علما بأقاليم أو دولة التي لم يذهب إليها. وقد رد الباحثون آخرون على هذا الرأي بقولهم أن كتب السيرة والتاريخ ما حفظت كتبا يوجه بها عمر أماله وقواده ويتابع أعمالهم، فقد حفظت كذلك آثارا يفوت فيها أمر الرأي لأماله وقواده لكي يتصرف في المواجه المواكف بما تقتضي هذه المواكف. ثاني، ومن الدواوين التي أوجدها عمر
ديوان الإنشاء وهو ديوان الرسائل ليكون بذلك أول من ودي حاجة الديوان في الإسلام. ثم أنشأ ديوان العطاء وديوان الجند الذي سجل فيه أسماء المقاتلين ووجيهتهم ومقدار عطياتهم وأرزاقهم وديوان الجبايا الهادف إلى الإحصاء خراج البلاد المفتوحة وتنظيم الإنفاق في الوجوه التي يجب الإنفاق فيها وذلك بعد أن وردت أموال الكثيرة إلى المدينة المنورة مركز الدولة الإسلامية بعد فتح الشام والعراق. فأشار خالد بن الوليد وكيل الحرمزاني وكيل الوالد بن الحاشم بالمغيرة بإنشاء مثل هذه الديوان لإحصاء الأموال وطريقة توزيعها، وكان ذلك تهيدا لإنشاء بيت المال أو ديوان الأموال الذي يمكن اعتباره بمثابة أول وزارة للمال في الإسلام. هذه فقط مني، والله أعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي أمينة بنت أحمد، قسم تجاري من فئة الجبال. إن شاء الله سأواصل عن الموضوع تشكيل مجلس الشورى. طيب، وقد أنشا سيدنا عمر مجلس الشورى وهو أعلى مؤسسته، يعني استشارة مجلس الدولة. مجلس الشورى تنقسم إلى مجموعتين، أولا مجلس الشورى أعلى، ثانيا مجلس الشورى صباحي. سيدنا عمر رئيسا للحكومة ورئيس الدولة، ساعد رسميا من قبل أعضاء مجلس الشورى الذي يضم بعض من رفاقه التي تمثل جميع الشعوب. يتكون المجلس من المهاجرين والأنصار، وبينهم زيد بن خالد، علي بن أبي طالب، عبد الرحمن بن عوف، سعيد بن أبي وقاص، معاذ بن جبل. ثم جميع المسائل المتعلقة بالقضايا السياسية والأمنية والاجتماعي والوطني السوف يناقش معا. يخدم هذا المجلس كحكومة وطنية. مجلس الشورى أيضا المسؤول عن تحديد سياسة الدولة في المسائل الإدارة الداخلية والعلاقات والخارجية من خلال نظام الشورى. فتح سيدنا عمر الفرد والهرية وعلى نطاق واسع للجميع. ملالوي سيستم شورى ini سيدنا عمر telah membuka peluang dan kebebasan yang seluasnya kepada semua orang supaya mereka dapat mengemukakan pendapat dan fikiran mereka dari kebaikan dan keadilan Islam. Sehinggakan Sayyidina Umar ni dia menganggap bahawa orang-orang yang tak dapat berbuat demikian ataupun mereka ni tak mahu memberi pendapat mereka tu, mereka itu dianggap sebagai manusia yang tidak berguna. Itu mengikut dalam sistem majlis asyura ni lah. Okay, itu saja daripada saya. Allahumma'alaikum.
Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Nurabila binti Muhammad Fuad. Sa'atakallamu tentang mautu Abaqadati Idarati Islamiyatu Bil'ahdah Umar. Abaqadati Al-Idarati Islamiyah yang qasamu naw'ain. Awalan Abaqadatu Ra'asiyah. Sanian Abaqadati Zati. Arqabatu ar-ra'asiyah fa yatajalla uslubu fi arqabi ar-ra'asi fi al-a'mali at-taliyah. Awalan muhasibatu al-wiladu wal-amalu 'inda intaha'i 'amalihim aw khidmatihim. Thaniyan itba'u uslubu at-taftishu wa taqfi al-haqa'iq fi ba'd al-qadayan. ثالثاً الزيارة التفقدية للشام للتعرف على أهوال ولاتها. رابعاً مقابلة الولاة والعمال في موسم الحج. ثم ثانياً الرقابة الذاتي ويروى عن عمر رضي الله عنه أنه اتخذوا قراراً بمنع المغالاة في المهور إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمي جدي فاطمة زهراء بنت عدنان. اسم الطلبة سكر ثلاثة خمسة Al-Hakim Sa'id bin Abi Waqqas. Ina Al-Khalifah Umar Khattab Asbaha Sa'ad bin Abi Waqqas Al-Hakim fi Kufah Al-Iraq Annahu min al-adlu fi Taksim wa Qiyaratul Mu'arifah. Kana masmum min Usamah bin Qatadah. Uda'an Sa'ad lam yakun adilan fi idaratihi. سعد بن وقاص صلاة من الصالحين كل هذا الجاهل ميت كما أن أسامة أعمى وقل زرية وقل زرية وشهوة لتجنب أي فتنة والمحافظة بوضع سعد بن أبي وقاص طلب عمر الخطاب اسمه سعد خليفة. جلبت سعد إلى المدينة المنورة على الانضمام إلى الخليفة. أعضاء مجلس الشورى في المدينة المنورة في عهد الخليفة عثمان بن عفان تم تعيينه مرة أخرى الحاكم في كفة. القادم فيما يتعلق حكيم أبو عبيدة بن الجراح. تم تعيين أبو عبيدة بن الجراح من الخليفة عمر الخطاب أصبح حاكم الشام والسورية. تم تعيين أبو عبيدة أن تعرف عمر بن الخطاب كان حاكما في سوريا والسوريين. شكله هو الطريق الذي هو قوي جدا ومتحرمة في ذلك الوقت حتى طريقه هو أقوى طريقه مع معدات التسليح كاملا جدا. هذه فقط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي أميرة بنت مختار حلي كريم. رقم الطلبة الصف الثالثة الخامسة إسلامي السابقة خمسون وفي الثالثة التقسيم وهو الثالثة وهو التقويم الهجري. ما معنى التقويم الهجري؟ هو الذي يعتمد على دوران القمر حول كواكب الأرض حيث يتيمم تحديد أشهر العالم الوحيد بناء على هذه الظواهر الفلكية. يستخدم التقويم الهجري في الدولة العالم الإسلامي. فهناك الدولة
يستخدمه كتقويم رسمي لبلادها. وهناك الدولة أو أخرى الأخرى تستخدمه لتحديد المواعيد المناسبة الدينية الهامة. فقد الارتباط بهذا التقويم الشعائر وفرائض الإسلام وعلى رأسها شعيرة الحج والصوم. ولكن ومع هذا فإن التعاملات الرأسية الخاصة فيما يتعلق بالاقتصاد والمال النظر إلى الشدة التواسع والسرعة وهذه التعاملات لتشكيل كافة الدولة العالم قد التحول التعميل بها في العالم الإسلامي من التقويم الحجرة إلى التقويم الميلادي. وكذلك الأول من أوضع التقويم الحجري هي هو الخليفة المسلم الثاني يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد أتعث التقويم الحجري على الشهر الرابع التي كانت المعروف من قبل. ولكن بدائية عند التخريج الحجري يعني العالم المراجعي كانت عند حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم عظم محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. فهذه الحدثة وهو حدث الأهم في تخريج الإسلام وهو بدائية للعصر الجديد من الدولة المبينة على التسامح ورحمة والمودة. كانت الأولى أيام التقويم الحجري هو اليوم الأول من الشهر المحرم في العام الأول الحجري والموافق السادس عشر من شهر يوليو من العام من الميلاد. وكذلك وأشهر التقويم الحجري هي 12 شهر تبدأ من الشهر المحرم وتنهي بشهر ذو الحجة وهي كالتالي بحسب ترتيبها محرم صفر محرم والصفر والربيع الأول والربيع الثاني وجمل الأول وجمل الآخر ورجب وشعبة ورمضان والشعوال وذو الحجة وذو القعدة. فقط في التقويم الحجري. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا نوشدايا بنت محمد بناري قسم 35650. سأوصل عن الموضوع التعليم والتربية. أولا وضعت من خلال تدريس القرآن الحديث الشريعة الإسلامية والمجتمع المدني المواطنة والدفاع والرعاية الاجتماعية. زمن خليفة أمه beliau telah memperkenalkan pendidikan ini melalui pembelajaran Al-Quran, hadis, undang-undang Islam, masyarakat sivil, kewarganegaraan, pertahanan dan melalui kebajikan sosial. Al-Makan lita'alim fil masjid. Tempat pendidikan dijalankan adalah dalam masjid. Idukhan al-ta'alim ad-dini fi arba' ustari. Khalifah Umar telah memperkenalkan pendidikan ini dengan empat cara. Awalan antaj al-min iqdad al-munhajiyat al-munasibah li'ulaika al-lazihum al-muhtadin al-jadid. Beliau telah menyusun metodologi yang sesuai untuk mereka yang baru masuk Islam. Yang asani fi muhawila ditajanid aisu fahum wa fahum hawli hal al-din. Beliau cuba mengelakkan daripada salah faham tentang keadaan agama dan Islam. Salis زيادة المعلم الديني لتعلم القرآن والإيمان.
Beliau memperbanyakkan guru agama untuk mengajarkan tentang Al-Quran dan iman akidah. Arba, al-asatiza ta'kid an-nas da'iman litafiz al-qawanin ad-diniyah. Pemimpin memastikan rakyat jelata untuk melaksanakan hukum-hukum agama. Salih, ja'ala khalifah Umar al-Khattab اللغات العربية هي اللغات الرسمية في جميع مجاهد الإسلام. خليفة عمر telah menjadikan bahasa Arab ini sebagai bahasa rasmi di seluruh negara-negara Islam. قام بنظم التعليم والتربية كما يلي. Kemudian خليفة عمر telah menyusun beberapa sistem pendidikan seperti berikut. Awalan, tashkil nazam al-ta'alim wa dirasa al-Quran fi kulli arabi al-Islam. Beliau membentuk sistem pendidikan dan kajian al-Quran dalam seluruh negeri-negeri Islam. Thalith, al-masajid allati fi jami'il qura كأماكن للعبادة والمدارس في القرآن. Masjid-masjid yang di mana di kebanyakan perkampungan dijadikan sebagai tempat beribadah dan pembelajaran Al-Quran. Thalith, insya marakis di Madinati Al-Basra wal-Kufa. Beliau mengembangkan lagi pusat-pusat pendidikan di Basra dan Kufa. Arba, yujib an yakun كل مؤمن قدرة على حفظ أو تذكر بعض الآيات من القرآن. Beliau juga mewajibkan setiap orang-orang mukmin sekurang-kurangnya menghafal dan mengingati sebahagian ayat daripada Al-Quran. Khamis, ta'in ulaika alladhi kanu ala diraya fi takhasusat ukhra li ta'alim. Beliau melantik beberapa guru ataupun orang-orang yang mahir dalam bidang-bidang lain seperti hadis, syariah, akidah untuk mengajarkan kepada mereka yang tidak mengetahui ilmu-ilmu tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ismi Wan Raihana binti Wan Muhammad. Rakmut Talabah As-Sifru Salasah Khamsah As-Sifru Sab'ah Wa Khamsah. Al-An Sa'atakallamu Anil Qadha' Fi Ahli Umar Radiyallahu Anhu. Manhaj Umar Radiyallahu Anhu Fi Al-Qadha'. Inna Sayyidina Umar Qadha' أخطط لنفسه ولمن جاء من بعده طريق في القضاء فهو أول من دون الدواوين وأرسي قواعد القضاء وهذه الأسس والقواعد قد أخذت من أقواله وأفعاله خاصة من كتابه إلى أبي موسى الأشعري. أولا مصادر الأحكام ومصادر القضاء في عهد عمر هي نفس المصادر التي كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب السنة والاجتهاد مع الإشارة إلى أن الاجتهاد تطور في عهد الخلفاء الراشدين. ثانيا المساواة بين المتخاصمين وهو مقتضى العدل والإنصاف والنزاهة في حكم التسوية بين الخاصمين. ثالثاً محاسبتي لعمله وموظفه. رابعاً لا يجوز للقضاء أن يقضي بعمله لأن القضاء لا يقضي بعمله وحده وإنما يحكم بعمله إذا شهد بالحادثة شاهد أو شهودة
كمل بهم مع القاضي نصاب الشهادة. فجعلنا رضي الله عنه القاضي العالم بأحداثه أحد الشهود. خامسا وجوب استشارة القاضي فيما يشكله، بمعنى ويستحب أن يحضر في مجلسه من أهل كل مذهب ليشاورهم فيما يشكل عليه. سادسا وجوب درء الحدود بالشبهات، يعني فلا يجوز التعدي عليه بمجرد الشبهة والظنون. وبعد ذلك وجوب أن يكون القاضي حازما في إظهار الحق، وينبغي للقاضي أن يتأني في الحكم والخروج من الخصومة إلى الصلح، ولا يجوز للقاضي أن يعفو في الحدود والبينة على المضى واليمين على من أنكر ونقض القضاء وإكرار الإجتهاد والقياس. وأخيرا يجوز على القاضي يأخذ بالأدلة الظاهرة. مجال قضاء عمر بن الخطاب. أما مجال قضاء سيدنا عمر فلم أجد مجالا من مجالات القضاء إلا ولأمير المؤمنين عمر أثر به. إن في مجال قضاء عمر بن الخطاب ينقسم إلى ثاني المطلوب. المطلوب الأول الحدود والقصص. أوكي، في حدود والقصص ينقسم في الحدود والقصص إن الحدود ينقسم إلى أربعة. أولا حد السرقة، ثانيا حد القذف، ثالثا حد الزنا، رابعا حد شرب الخمر. القصص. وأما في مجال القصص فقد كان لقضاء سيدنا عمر رضي الله عنه تميزا ظاهرا. ينقسم القصص عند عمر إلى ثلاثة، وهو القصص بالنفسي، وثانيا قتل جماعة بواحد، ثالثا القصص فيما دون النفس. وأما مطلوب الثاني النكاح والطلاق. عن النكاح والطلاق إن إمضاء الطلاق الثلاث فقط. هذا فقط مني، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي نور نجوى إنساتي بنت عريس من شعبة أصول الدين. الآن سأتكلم تحت الموضوع القضايا الجيش في عصر سيدنا عمر بن الخطاب. سأتكلم واحدا عن فتح مصر، ثانيا فتح دمشق، ثالثا فتح المقدس، رابعا معرفة القدسية، والأخير لا تبحث الجيش فوق أربعة أشهر. سأتكلم عن فتح مصر. وإذا أمير المؤمنين عمرو بن العاص إلى مصر وجيش معه جيشا، فصار عمرو بمن معه ودخلوا مصر وأبطأوا عليهم فتحها. فلما بلغ ذلك أمر بن الخطاب كتب إلى أمري، ثم وأما بعد فقد عجبت لإبطائكم أن فتح مصر تقاتلونهم منذ سنين، وما ذاك إلا لما أحدثتكم وحبطوا من الدنيا ما أحب عدوكم، وإن الله تعالى لا ينصر قوما
إلا بصدق نباتهم، وقد كنت وجهت إليك أربعة نفر وعلمتك أن الرجل منهم مقام ألف رجل على ما أعرف إلا أن يكون غيرهم مع غيرهم، وثم أن لا تبعث الجيوش فوق أربعة أشهر. دخل على حفصة فقال: إني سألك أن مرقد أحمني فأفرن جي عني، كم تشتاق المرأة إلى زوجها؟ فخفضت رأسها وأستيحت، قال: فإن الله لا يستحيي من الحق. فأشارت بيدها: ثلاثة أشهر وإلا فأربعة أشهر. فقتل عمر أن لا تبحث الجيش فوق أربعة أشهر. وثم ثالثا عن معركة القادسية. استقرار داخلي تمثل في تنسيب يزدو جرد واجتماع أبيهم عليه. وأثنى أنت فارس وأسلسك وكبار رؤساء في طاعته ومعونته. ثانيا تجنيد عام شمل كل ما استطاع الفرسي أن يجندوه، وتوزيع الفرق في كل أنحاء الأراضي التي فتها المسلمون. وأخيرا أثارة السكان وتعليمهم على المسلمين حتى نقضوا أهديهم وكفروا بزماتهم وصاروا بهم، وتغير موقف المسلمون وأصبح كالتالي: الانسحاب، خروج المسنة والقوة الآخرين على حاميتهم من الأرض التي أتوها من بين ظهران المعجم، التراجع وتفرقوا في التي تلي الأعاجم على حدود الأرض العربية والأرض الفارسية. وقد نزل المنة في ذي قارة، ونزل الناس الطف، فشكلوا في العراق مسالك يزور بعضهم إلى بعض ويغيث بعضهم بعضا عند الحاجة. مقابلة التجنيد الإجباري عند الفرس للتجنيد الإجباري لدى المسلمين. وثم سأتكلم عن فتح دمشق. تمثل الفتوحات في بلاد الشام في عهد عمر بن الخطاب المرحلة الثانية من الفتوحات في هذه الجبهة بعد الفتوح في عهد الصديق. فبعد أن انتهت معركة اليرموك وانهزمت جموعهم، استخلف أبو عبيدة بن الجراح على اليرموك بشير بن كعب الحميري، وأتاه الخبر أن المهاجمين من الروم اجتمعوا بفحل، وأن المدد قد أتى أهل دمشق من حمص، فأصبح لا يدري أبدا من دمشق يبدو أم بفحل في بلاد الأردن. فكتب القائد أبو عبيدة بن الجراح إلى الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستأمره، فأجابه: أما بعد فأبدأوا بدمشق فانحدوا لها، فإنها حصن الشام وبيت مملكتهم وأشغل أنكم أحلى، فحل بخير تكون بإزائهم في نحورهم وحد فلسطين وحد حماس. فإن فتح الله قبل دمشق فذاك الذي به، وإن تأخر فتحها حتى يفتح الله دمشق فلينزلوا في دمشق من يمسك بها ودعوها. وإن طلق أنت وسائر الأمراء حتى تغيروا على فحل، فإن تم فتحها وأن
القدس. كان على فلسطين قائد روماني يدعى الأرطغرل، أي القائد الكبير الذي يلا الأمبراطور، وكان هذا أدهى الروم وأبدهم غورا وأنكاهم فعلا، وكان قد وضع برملة جندا عظيما وبلياء جندا عظيما. وكتب أمرود العاصي إلى أمرود الله أنها يخبره بذلك ويستشيره ويستعمره، فقال أمر كلمته الشهيرة: قد رأينا أرطغرل الروم وأرطغرل العرب، فانظروا عما تنفرج. وكان يقصد بذلك أن كل القائد أنهاء الرجال في قومهما. وكانت معركة أجناد الثانية التي انتصر فيها أمر على أمر قد محلت الطريق إلى فلسطين، وقد بدأت معركة القدس عمليا. قبل معركة أجناد الثانية ذلك أن أرطغرل الروم كان قد وزع جندا عظيما له في كل من إيلياء والرملة، كما سبق أن قد بنى وبين الرملة وإيلياء أي القدس 18 ميلا، وذلك تحسب لأي هجوم من قبل المسلمين بقيادة أمرود عظيم على البينتين اللتين كانتا أحمد كورة فلسطين. إذا كانت الرملة كسرى فلسطين، وكانت إيليائي أكبر مدنها، وكان على الرم في إيليائي حاكمها الأرطغرل نفسه الذي كان قد جاء وفن جيشه إليها بعد حزيمتهم في أجاد، وكان عليهم في الرملة التزارع. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي سيدي سرية بنت زبيدي. إن شاء الله تواصلوا بعض الصحابة من هذه الموضوع إقالة خالد بن الوليد. إقالة خالد بن الوليد رضي الله عنه من منصبة كقائد أعلى للقوات المسلحة الإسلام من قبل الخليفة عمر الخطاب، كان قانون الجمهورية. إقالة والتاريخ من أحداث مؤثرة جدا، والأحاديث التي توافر أعلى في سبيل الله الشخصية فأي المقاتلة للجنة الحساب. وإقالة الدعوة فقد وهي ليست الحكمة الناس رؤية له البطولة الاستثنائي الإتحاد الدولي لاتصالات وأقصر أطول الحق في توسيع ونشر زواريا الإسلام في العالم. لكن الخليفة عمر الخطاب بعيدا مع الناس بدانية الطبيعة يمكن إطلاق العناب البصير هو الكذب، وليس قادم على رؤية ذلك. عندما طرد التوجيه التي رفعتها خليفة عمر بن الخطاب تلقى خالد خبر إقالة بقلب المفروض كامل الإسلام بسلام عن الطبيب عن الطيب قادر على مناسب مهمة إلى خليفة أبو عبيدة بن الجراح قانون الجمهورية. أوكي، ketika ini membawa maksud peristiwa pemecatan Khalid bin Walid dia mahu dari jawatannya sebagai panglima tertinggi angkatan tentera Islam, iaitu yang dipecat oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Okey, pemecatan tersebut ialah satu peristiwa sejarah yang amat mengagumkan, iaitu peristiwa ini menayangkan keunggulan sejarah yang sangat mengagumkan
iaitu perhitungan rakyat jelata yang pesuruhnya menayangkan keunggulan kepribadian perjuangan tentera Islam fisabilillah dalam perhitungan rakyat jelata. Tentu sahaja pemecatan tersebut menimbulkan tanda tanya, iaitu dapat memberikan impak yang satu keputusan yang tidak bijaksana. Rakyat melihat kepahlawanan beliau yang luar biasa itu merupakan orang yang paling tepat untuk memperluaskan dan menyebarkan Islam ke pelosok dunia. Tapi Khalifah Umar dengan sifat pandangan jauhnya dapat melihat apa yang disebut dan yang dapat melihat apa yang orang lain tidak dapat mampu melihat. Tapi Khalifah Umar lalu mereka mengambil tindakan pemecatan tersebut dan bertawakal kepada Allah dan meneruskan niat untuk mencari keredaannya semata-mata. Apabila arahan pemecatan dikeluarkan oleh Khalifah Umar Al-Khattab, Khalid bin Walid menerima pengkhabaran berita tersebut dengan hati yang terbuka dan lapang. Dengan penuh rela diserahkan jawatan tersebut kepada Khalifah penggantinya, iaitu Abu Ubaidah bin Jarrah, untuk menggantikan tempat beliau. Okey, seterusnya ba'da tajridahu min al-akhar asbah Khalid al-Jashu al-Nazwami at-tali akhbaru zawjatuhu wa awladuhu hajir ila suriyan zawjahu wa atifalu lukika liqawlu kutufin bisababi takshir wabail al-qawlirah wa akhiru Khalid Husinan Husin Ammah al-Fasiri al-Akhirah di mawakik ma'al farahu bisabab niyataha li istishhad fi ma'rifah lam yutima wafa'u biha. Khalifah Umar yazanu amni bisabab wafa'u al-Qa'id Khalid bin al-Walid marah wahidah ba'da iqalatul lati adat ila sebab tahu Yajiru al-Muslim al-Akhar Qala Umar laqad rafada Khalid laysa bisabbi al-Qarifiyah walakin kana min su'bah jiddan diddu al-adwa ana la uridu an akidu an nas an nusrah al-Asqara min al-Islam bi-ismi Khalid al-Ra'asah akunta qa'ifah indama qala li fawzul Islam bi-anna zanima walaysa bisababi mu'un Allah walaysa akhar Khalid wali'an jiddan min a'ba'ul fariqah indama tahsinu ala al-ghanaim lahu lam yandazir ta'limat ala qasmi min zalik la yazal litaqsimul ghanaim al-harb ila a'ba'u al-fariqah. Iaitu kerana ini bermaksud selepas Khalid al-Walid dipecat daripada jawatan tersebut, Khalid menjadi tentera biasa. Iaitu berikutnya beliau membawa isteri dan anak-anaknya berhijrah ke Syria. Setelah itu berlaku satu peristiwa lagi, iaitu isteri dan anak-anaknya meninggal dunia akibat serangan wabak penyakit taun. Dan akhirnya Khalid ketika usia 25 tahun meninggal dunia, iaitu menghembuskan nafas akhir di situ kerana penuh kehampaan kerana niat beliau ingin syahid di medan peperangan peperangan, iaitu segala keinginannya tidak tercapai. Khalifah Umar amat bersedih dengan kematian Khalifah Khalid bin Al-Walid, iaitu satu ketika selepas pemecatan tersebut yang menimbulkan rasa ketidakpuasan hati tentera Islam yang lain, iaitu Umar berkata, selepas itu Umar berkata, aku memecat Khalid bukan kerana benci, tetapi aku terlalu keras terhadap musuh dan aku tidak mahu orang menyangka kemenangan tentera Islam kerana Khalid menjadi ketua.
dan aku takut apabila dikatakan kemenangan Islam adalah Khalid pemimpinnya, bukan kerana bantuan Allah SWT. Dan satu lagi, Khalid terlalu sayangkan anggota pasukannya, iaitu apabila mendapat harta rampasan perang, dia tidak menunggu arahan sebaliknya, akan tetapi dia terus membagikan harta rampasan perang kepada anggota anggota pasukannya. Setakat itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terkandang tentang maudhu Ahli dan Sufi Ahli Umar Umar Al-Khattab. Iktisa'u wa intasyuru al-Islami Bishadatu al-intisyaru ala yadu Khalifatu Sani Yani Umar Al-Khattab Bapakku ditasu'u al-Nawmu al-Ardi al-Islami itu Di Haji Al-Fitrah بهذا التصميم في سلطه والنفوذ اعتناق عدد كثير من دول المسلمين والعربي دين الاسلام ولا لا يفهمون العليا ولا يفهمون الاشياء العمليه للدين ليس لديهم الوقت المنا قصدتُ المسائل أو اعتقادي الأساسيات لأنهم المسؤولون المسؤولون للتعامل معهم ومحاربة العدو لحفظ الدين حيث عندما لا يكون هناك خلاف المعتقدات الأساسية كان المسلمون يقرؤون القرآن وفهموا دون تأويل دون تأويل ويتبعون القرآن على اجتماع كما يعاملون الله ويعبدون ما يعبدونه كأنهم تراه بعيونهم وإنما يتعرضون بآية المتشابهات ويعتقدون ويفرضون معاته إلى الله بدون تفسير فإنهم يفردون وأما المسائل والقضايا المتعلقة بالمعتقدات قبل كل ما يحصلون عليه من النبي ولا يتجادلوا فيها لأنه ستؤدي إلى الفتنة والشقاق بين المسلمين فإنهم يفضلوا وتؤكدوا في المسائل المتعلقة بممارسة القانون فقط وأيضا في المسائل العملية إذا كانت ورديها أو المتنازع عليها فتشير إلى القرآن والحديث لا تأخذ القرار الصحيحة لإيجاد الحلول إذا لم تجد الحل بنصوص من القرآن والحديث فيكتش بالأشياء التي حديث في عهد النبي لأن انتقاد أمر الذين يجمعون ويناقش القضايا المتعلقة الإيمان كالنصوص المجازية أن أهوال الإيمان المسلمين في عهد الخلفاء الراشدين لا يختلف عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم تجد مشكلات الكثير سوء الأشياء المتعلقة بالفروع دون الأصول دين الأصول فالإيمان المسلم في أيام خلفة الراشدين مثل أيام الرسول صلى الله عليه وسلم فمن مؤكد أن الصحابة كان يسير على الخطا النبي صلى الله عليه وسلم في المثل مع أمر الله وترك ما نهي عنه تعالى وإنما نشاء الجليل لما لم تجد دلائل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم
فهذا يدلو على تمكينته عمر من حفاظ خلفاء للعقيدة الإسلام وأن تشهدته في كل الأرض العربية في عهده. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاصة الخطاب بعد ناقشنا بالدقيقة العميقة حول الموضوع العقيدة في عصر عمر الخطاب، وجدنا أن دور عمر في التاريخ الإسلام هي أفضل وأبرز الخلافة في التاريخ الإسلام، وأيضا توسع نطاق الدولة الإسلامية إلى العراق ومصر والآخر على يد عمر الخطاب، واتسع وانتشار الإسلام بشدة الانتشار هي على يد عمر الخطاب. وإذا نرى أن عمر الخطاب هي الخليفة الجيد وممتاز جدا، فلذلك علينا أن نستفيد من هذه الشاشة ومن هذه القصة الرائعة إن شاء الله. فبذلك شكرا على حسن استماعكم، شكرا على حسن استماعكم، إن شاء الله سنلتقي بعدين مرة أخرى. وبالله التوفيق والهداية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.